48 عاما على اغتيال القادة الثلاثة محمد يوسف النجار أبو يوسف النجار وكمال ناصر وكمال عدوان. ليلة العاشر من نيسان عام 73 باتت ذكرى أليمة بفقدان ثلاثة من أبرز قادة الثورة الفلسطينية الذين باستشهادهم قدمت حركة فتح والثورة أروع صفحات الفخر والاعتزاز والوفاء. وهكذا غابت أجساد الشهداء الثلاثة الأبرار عن ساحة الثورة الفلسطينية المستمرة جيلا بعد جيل لدحر الاحتلال وانتزاع حقوقنا الفلسطينية المشروعة، بينما تبقى السيرة العطرة حاضرة لتكون البوصلة دوما في البقاء على الثوابت الوطنية.